سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا المجلس الذي نتدارس فيه سويا كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لحجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب الذي يدور حول علم تزكية النفوس، هذا العلم الذي يعد من فرائض الدين والتي أغفلها كثير من الناس، هذا العلم الذي يصحب الإنسان منذ تكليفه وحتى ولادته، فلا حد لتزكية النفس ولا حد لتطهير النفس ولا حد للقرب من الله سبحانه وتعالى. وتعلم هذا العلم أو أخذ الحد الأدنى من هذا العلم فرض من فروض الأعيان التي أيضا يغفل عنها كثير من الناس، حتى قال بعض أهل العلم: من مات ولم يتعلم هذا العلم مات وهو مصر على الكبائر وهو لا يدري. والعجيب أن الواحد فينا ربما يظن في نفسه الخير وأنه لا يحتاج إلى هذه الأمور لأنه مريض، والمريض في أحيان كثيرة لا يعترف بمرضه إلا إذا أخبره ثقة، ومن يثق فيه أنه مريض ويحتاج إلى العلاج عندها فقط ينتبه ويبدأ في التدارك. وأفضل من يدلنا على مرضنا وأفضل من يدلنا على دخائل أنفسنا هم علماء التزكية والتربية الذين أخذوا هذا العلم من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تجارب الصالحين ومن معاناتهم هم النفسية. وبالتالي لا يوجد علم فيما أعتقد على وجه الأرض يدخل في أغوار النفس الإنسانية ويحاول إصلاح هذه النفس الإنسانية كعلم التزكية، بخلاف العلوم التي يقبل عليها كثير من الناس زي علوم علم النفس وعلوم التنمية، علوم التنمية الذاتية ونحو ذلك. هذه العلوم فيها قصور شديد، لأنها إما أنها تكتفي بوصف الواقع مع الإقرار به، أو توهم الإنسان بأمور ليست حقيقية، لأنه الحقيقة لا يستطيع فهم النفس إلا إنسان فهم نفسه. وعشان الإنسان يصل لمرحلة أنه يفهم نفسه هذه تحتاج إلى بصيرة، والبصيرة لا توجد عند كل الناس، وإنما البصيرة لا توجد إلا عند من جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى وأقبل على الله بقلبه وترك فضول الكلام، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا جوائح قلوبكم وفضول حديثكم لسمعتم ما أسمع. فمن أراد تحصيل البصيرة، من أراد أن يفتح في قلبه عينا ثالثة، فليجمع قلبه على الله سبحانه وتعالى وليترك فضول الحديث، يعني الكلام الذي لا فائدة منه، وكل كلام يمكننا أن نستغني عنه فتركه أفضل. القصد أنه الإنسان إذا جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى وإذا أكثر من ذكر الله وترك فضول الحديث حصل البصيرة التي بها يتعرف على نفسه. وإذا تعرف الإنسان على نفسه عرف ربه، فمن عرف نفسه فقد عرف ربه. رحلة معرفة النفس ورحلة التزكية رحلة طويلة وشاقة وتحتاج إلى صبر وجلد، لأنه في رحلة التزكية ما فيش مجاملات، لأن المسألة إما جنة وإما نار، المسألة إما ثواب وإما عقاب، وبالتالي لا مجال فيها للمجاملة. فكل حد هيجاملنا يبقى بيخافش علينا ولا بيحبنا على الحقيقة،
فلذلك الأمور في التزكية ينبغي أن تكون فيها مكاشفة ومصارحة، وفيها وصف دقيق للمرض، ثم وصف دقيق للعلاج، ثم جدية أيضا من الإنسان في التخلص من أمراضه ومن أدرانه ومن العوائق التي تقف في طريقه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. كنا نتحدث في العوائق التي تعيق الإنسان عن مواصلة طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى، وكنا وقفنا عند أصعب هذه العوائق على النفس، وهو عائق النفس. أصعب هذه العوائق على الإنسان هو عائق النفس. وحجة الإسلام الغزالي قال لنا في هذا العائق إن الخطة أو الوسيلة المثلى مع هذا العائق هو أن نستعين عليها بالتقوى. ثم تحدث عن أن هذه التقوى عمليا، يعني التقوى مفهوم نظري، إذا أردنا أن ننزل هذه التقوى إلى أرض الواقع، إلى ميدان العمل، فهنبدأ نتحدث عن التقوى في كل عضو من أعضاء الجسد وفي كل حاسة من الحواس. التقوى إحنا قلنا هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات، أو هي أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى وقاية. هذا مفهوم عام، فإذا ما أتينا لإنزال هذا المفهوم العام على الواقع، فهنقول ماذا نفعل مع كل عضو من الأعضاء. وتكلمنا المرة اللي فاتت عن العين، وتكلمنا عن ماذا عن الأذن. اليوم بنبدأ نتحدث عن حفظ اللسان. فقال الفصل الثالث: اللسان، ثم عليك بحفظ اللسان وضبطه وتقييده، فإنه أشد الأعضاء جناحا وطغيانا وأكثرها فسادا وعدوانا. هذا الكلام بسطه أيضا حجة الإسلام الغزالي في الإحياء، لما قال إن اللسان ينال ما لا تناله العين، ويصل لما لم تصل له العين، وينال ما لا تناله الأذن، ويصل لما لا تصل له الأذن. اللسان أيضا ينال ما لا تناله اليد، ويصل لما لا تصل له اليد. فاللسان أوسع الأعضاء على الإنسان، أوسع الأعضاء بالنسبة للإنسان، بحيث يتناول المسموع وغير المسموع، المبصر وغير المبصر، الملموس وغير الملموس. وبالتالي فأثره وصعوبة معالجة ما ينتج عنه في غاية الخطورة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ لي ما بين فكيك، اللي هو اللسان يعني، وفخذيك، يعني الأعضاء التناسلية، أضمن لك الجنة. يعني الواحد إذا حفظ فرجه وحفظ لسانه، يرجى له أن يكون ترك الكثير من الشرور، الكثير من الشرور، وبالتالي إن شاء الله ترجح كفة حسناته على كفة سيئاته. وأيضا هذا اللسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، لما سأله معاذ رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ هل الكلام العادي اللي احنا بنقوله ده بيتكتب علينا؟ قال: نعم، فكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو الناس بتخش النار إلا بسبب اللسان. فإذا مسألة اللسان مسألة في غاية الخطورة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى ثورا يخرج من جحر صغير، ثم يريد أن يعود مرة أخرى فلا يستطيع، فسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل، قال له: هذا الرجل يتكلم بالكلمة، هذا الرجل يتكلم بالكلمة،
فتنتشر في الآفاق، يأخذها الناس عن كذبة مثلا، شتيمة، سخرية، استهزاء، يأخذها الناس عن. ثم لما يدرك هذا الشخص فجاحة الجرم الذي ارتكبه يريد أن يعود فيها فلا يستطيع، فهذا الثور يخرج من جحره، وإذا خرج لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى. فأنت حضرتك إذا شتمت واحد، إذا قلت كلمة فيها إيذاء لناس كثيرين وتداولها الناس عنك وكذا وكذا، فكيف ترجع مرة أخرى هذه الكلمة؟ ولذلك أيضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يقذفه الله بها في النار 70 خريفا، 70 سنة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة درجات. ولاحظ هنا لا يلقي لها بالا في الحالتين، والإنسان لا ينطق بالكلمات التي لا يلقي لها بالا إلا إذا اختلطت بعظمه ودمه، بحيث صارت هي هو وهو هي. يعني أنت إذا كنت إنسان ممتلئ بتقوى الله سبحانه وتعالى، خرج منك ما يدل على التقوى في لسانك، في عينك، في نصيحتك للناس، دون أن تلقي بالا لما تفعل، لأنه أنت هذا شحمك، هذا دمك، هذا لونك، هذا أنت. فأنت ربما تقول كلمة لإنسان فيها توجيه، فيها نصيحة، الله عز وجل يرضى عليك بهذه الكلمة. والعكس بالعكس، ربما الإنسان لشدة مرض قلبه وشدة سوء نفسه يلقي بالكلمة التي قد اختلطت بعظمه ودمه وأعصابه المظلمة فتؤذي الناس، فدون أن يدري. لماذا دون أن يدري؟ لأن هذه الكلمة تعبير عن نفسه المظلمة. ومن هنا لما أدرك الصالحون خطورة الكلمة آثر الصمت، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أثر عنه أنه كان يضع الحصى في لسانه أو في فمه، وإذا وضع الإنسان الحصى في فمه إذا تكلم الحصى يقع، فكان يضع الحصى في فمه حتى يتذكر ولا يتكلم. ومن هنا أيضا اعتبر أهل التربية والتزكية أن الصمت ركن من أركان الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المهزار اللي هو بيتكلم كتير على الفاضي والمليان، هذا الإنسان لا يرجى منه خير، لأنه من يتكلم كثيرا يخطئ كثيرا، ومن يتكلم كثيرا فقلبه مشغول بغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك مسألة اللسان يا أخواننا مسألة خطيرة جدا جدا جدا. لكن هذه المسألة بيقابلنا فيها أمر، وهو إنه إحنا عندنا في مجموعة من البشر غالبا النساء أو الكثير من النساء وبعض الرجال يجدون الراحة في الكلام، يجدون الراحة في الكلام وفي الحكي، وده شيء لا يعاب. يعني إذا كانت دي طبيعة الإنسان إنه بيحب يتكلم أو بيجد راحة في الكلام، لا نقول الإنسان أنت مخطئ، لأنه إذا كان دي طبيعته فإحنا لا نخطئه على شيء في طبيعته، وإنما نقوله حاول أن تتجاوز هذا، حاول أن تضبط هذه المسألة، حاول أن توجه طاقة الكلام والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. فبدل ما نعقد مجالس للشكوى والحديث عن الدنيا واللي حصل لنا واللي هيحصل لنا، ونقعد كده نستجلب الطاقة السلبية، لا، طب ما نتوجه بهذه الطاقة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الشريعة فتحت لنا باب الدعاء، باب المناجاة. هناك فرق بين الدعاء والمناجاة. الدعاء أنت بتطلب ما تتمنى، في المناجاة أنت تتحدث إلى الله، تثني على الله، تناجي الله، تكلم الله سبحانه وتعالى. لذلك السيدة الرابعة العدوية رضي الله عنها
عرفت بحسن مناجاتها لله سبحانه وتعالى وبحسن دعائها وبحسن حديثها إلى الله، وكانت تجد في حديثها مع الله سبحانه وتعالى لذة لا تجدها، وفي الحقيقة مش السيدة رابعة فقط، وإنما كل إنسان ذاق شيئا من لذة مناجاة الله عز وجل فإنه لا يعدل عن هذه اللذة بأي لذة أخرى. من يجد لذة مناجاة الله يستوحش من البشر. وبالتالي إذا أنا كان عندي هذه الصفة، وكل الناس أو الكثير من الناس عندهم هذه الصفة اللي هي فكرة محبة الحديث، محبة الكلام، محبة إن الواحد يفرغ اللي عنده يحكي وخلاص، يحكي اللي حصل له ويحكي اللي هيحصل له واللي هو خايف منه واللي لسه ما خافش منه واحتمال يخاف منه وكده، وأمور لن تنتهي سبحان الله، لن تنتهي وينقضي بها الوقت وينقضي بها العمر ولن تؤدي إلى شيء. فماذا نفعل؟ نحاول نضبط هذا الأمر ونتوجه بهذه الطاقة إلى الله سبحانه وتعالى، تبقى جلسة مناجاة، جلسة دعاء. طيب إذا احتجت إني أتحدث مع أحد لأخذ نصيحة أو مشورة أو كذا، فبتكلم مع حد لهذا الغرض، إني آخذ نصيحة آخذ مشورة. ومش كل حاجة بتحتاج إلى نصيحة ومشورة، في حاجات الواحد ممكن يتصرف فيها بفطرته السليمة بمعلوماته السابقة بكذا بكذا بكذا، مش كل صغيرة وكبيرة هناخد فيها مشورة الناس. فلذلك مسألة ضبط اللسان وإمساك اللسان مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة يا إخواننا يمكن التعود عليها، يمكن التعود عليها. وإذا الواحد فيكم يعني كان يجد في نفسه إن هو دي طبيعته، فليعرف أن هذا من اصطفاء الله سبحانه وتعالى، يعني من اصطفاء الله للعبد أن يجعل في فطرته الأوامر الشرعية. يعني من الأوامر الشرعية إنك ما تتكلمش كتير، فإذا كانت دي طبيعتك يبقى ده من معونة الله لك ومن توفيق الله لك، إنك لن تجد غضاضة أو مشكلة كبيرة في إنك تلتزم بهذا. من الأوامر الشرعية إنك تكون بتحب تخدم الناس، فإذا وجدت في نفسك إنك المسألة دي بتعملها براحة فده من توفيق الله سبحانه وتعالى لك، لكن يتبقى إن إحنا نضبط النية، نضبط قلوبنا على إن إحنا بنعمل كده من باب إدخال السرور على الناس، من باب خدمة الناس، من باب من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة إلى آخره. فنحتاج إلى هذا. فإذا الله سبحانه وتعالى بيعيننا ويوفقنا وبيحط فينا بعض الصفات التي أمرت بها الشريعة حتى يعيننا سبحانه وتعالى على أداء هذه الأوامر والتكليفات. فمن هذه الأمور كما نقول حفظ اللسان، حفظ اللسان وضبطه وتقييده، فإنه أشد الأعضاء جماحا وطغيانا وأكثرها فسادا وعدوانا. يعني الحروب ممكن تقوم بكلمة، الكفر ممكن يكون بكلمة، والإيمان يمكن أن يكون بكلمة. الله عز وجل قد يرضى بكلمة لا إله إلا الله، قد يغضب بكلمة، كلمة الكفر مثلا. طيب إذن لا نستهين يا إخواننا باللسان وفعل اللسان. ومن اللطائف التي يقولها بعض الصالحين إنه اللسان جعل الله عز وجل عليه حاجزين، اللحم والأسنان، ليدلك بطريق الإشارة إلى وجوب حبسه حبسا شديدا وتقييده تقييدا مؤكدا. من اللطائف أيضا التي يذكرونها أن الله سبحانه وتعالى خلق لك أذنين وخلق لسانا واحدا، ليدلك على أنه ينبغي أن يكون حديثك أقل من سماعك، يعني أن تسمع أكثر مما تتكلم. قال ولقد روينا عن سفيان ابن عبد الله
أنه قال: قلت يا رسول الله، ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال: هذا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حاجة كان بيخافها على أصحابه رضي الله عنهم اللسان الذي يورد المهالك. وعن يونس ابن عبيد أنه قال: إني وجدت نفسي تحتمل مؤنة الصوم في الحر الشديد بالبصرة، ولا تحتمل ترك كلمة تعنيها. شوفوا بقى، دي كلمة واحد مركز مع نفسه يا اخوانا، دي كلمة واحد مركز مع نفسه، مش تايه، مش ناسي، واحد عارف نفسه بتحب ايه وما بتحبش ايه. فاكتشف هذا الامر العجيب، انه نفسه ممكن تتحمل الامور الشديدة، الصوم في اليوم الحر. وبعض الناس كده ممكن يتحمل امور عظيمة جدا، لكنه لا يتحمل السكوت، لا يتحمل السكوت، عايز يتكلم. من المهم جدا الجمع بين هذين الامرين. الامر الاول ان الواحد فينا يكون مراقب لنفسه، يبقى عارف فين مشتهيات نفسي، فين نقاط ضعفي. دي ما تجيش غير بالمراقبه والمحاسبه. ثم الامر الثاني إني أحاول أن أضبط هذه الأمور، فإذا وجدت منها مثلا محبة الكلام أو شهوة الحديث، حاولت التقليل منها قدر الإمكان. وحضرتك على ما عودت نفسك تتعود، والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفصم. وأنا وجدت بعض الصالحين يتأسى ببعض الأنبياء أو بالسيدة ببعض الأنبياء، نعم، حين قال: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان يصمت، هذا الرجل الصالح كان يصمت بالساعات الطوال أو بالأيام، لا يتحدث أبدا. وكان خلاص معروف، زوجته وأولاده يعرفون أنه خلاص لن يتكلم إلا لما يأذن الله سبحانه وتعالى. فنفسك على ما عودته تعود. طب الناس اللي حواليا، الناس اللي حواليك لازم حضرتك تعودهم على ما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. يعني ما تبقاش كده إنسان رخوي، الناس تاخدك مكان ما هم عايزين. لا، إذا كان ما ستفعله طاعة فأنت أرشد الناس إلى هذه الطاعة بمحبة. يعني أنت ممكن تعود الناس اللي عايشين معاك أو أصدقائك أو جيرانك أو أهلك أو زوجك أو زوجتك أو أولادك، ممكن بسهولة تعودهم على طبيعتك، خاصة إذا كانت هذه الطبيعة مما حثت عليه الشريعة، وخاصة إذا أنت نصحتهم بأنهم يعملوا زيك. فهم على الأقل إذا ما عملوش زيك، على الأقل خالص هيسيبوك في حالك، وهيتفهموا، مش هيزعلوا منك، مش هيقولوا والله ده بيتكلمش علشان مثلا إيه مش طايقنا. لا، خلاص عارفين دي عبادة أو ده نوع من التربية النفس، فسيتفهمون هذا. فإذا مع النفس يمكن للنفس أن تتعود، مع الناس اللي حوالينا يمكن أن نعودهم على ما نريد إذا كان عزمنا عزما صحيحا صادقا. قال: فعليك إذا بالتحفظ جدا وبذل المجهود. ونذكر خمسة أصول، أحدها ما روى أبو سعيد الخدري أن ابن آدم إذا أصبح كفرت الأعضاء كلها للسان. كفرت يعني ذلت وخضعت. كفرت الأعضاء كلها للسان، يعني كل الأعضاء صارت خلف القائد، القائد اللسان. وقلنا الأعضاء تتكلم وتقول، وقلنا: ننشدك بالله أن تستقيم، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قلت والمعنى فيه والله أعلم أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان. ويؤكد هذا المعنى ما حكي عن مالك بن دينار أنه قال: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك
فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. سبحان الله. يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهو المسألة مش مسألة دينية بس، لا دي مسألة دنيوية كمان، إنه كثرة الكلام ممكن تكون سبب في الحرمان من الرزق، كثرة الكلام ممكن تبقى سبب في الكسل عن العبادة، كثرة الكلام طبعا ممكن تبقى سبب في قساوة القلب، وبالتالي الإنسان لا يجد للعبادة لذة ولا لقراءة القرآن وقت. فإذا مسألة حبس اللسان عن الكلام مسألة في غاية الأهمية. والأصل الثاني، طيب إذا النطق باللسان يا إخواننا هنا يؤثر في دين الإنسان ودنياه، ويؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان. والأصل الثاني حفظ وقتك، فإن أكثر ما يتكلم به الإنسان من غير ذكر الله تعالى، فعلى الأقل يكون لغوا يضيع الوقت به. هتقول لي ما أنا ما بتكلمش في معصية، أنا بتكلم بس ما بغتبش حد، ما بجيبش في سيرة حد، ما بسبش حد، ما بستهزأش بحد. أقول لك طيب حتى ولو كان الكلام مباحا فهو لغو، هو لغو، واللغو نحن نهينا عنه أيضا لأنه بيترتب عليه آثار سيئة على القلب. طبعا أنت يعني نهيت عنه نهي استحباب، يعني إذا تحدثت بالكلام اللغو هذا الذي لا حرمة فيه وأكثرت من ذلك فهذا مكروه، لا نقول لك حراما إلا إذا تكلمت بالحرام، لكن أيضا هناك نهي نبوي عن هذا اللغو، وهو نهي ليس على سبيل الإلزام، وإنما هو نهي على سبيل استحباب أن تترك لغو الحديث. قال والأصل الثاني حفظ وقتك، فإن أكثر ما يتكلم به الإنسان من غير ذكر الله تعالى فعلى الأقل يكون لغوا يضيع الوقت به. وذكر أن حسان بن أبي سنان مر على غرفة بنيت، فقال منذ كم بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه وقال يا نفسي الغرورة تسألين عما لا يعنيك، وعاقبها بصوم سنة. يعني واحد، شوفوا سلفنا الصالح يا جماعة ازاي كانوا عندهم جدية في تربية أنفسهم، ازاي الواحد فيهم كان جاد. واحد شاف غرفة بنيت زي بالضبط كده، لما انت ماشي في الشارع وتشوف عمارة جديدة طالعة، فانت الواحد بيتطلع بتاعت مين دي؟ هل صاحبها من الشارع ولا حد اشترى البيت اللي جنبنا وبيبني عمارة؟ ما كل ده بيحصل. وقيس على كده بقى حاجات كتير، اتنين عندي في الشغل بيتكلموا في ايه، فيا ترى بيتكلموا في ايه؟ كل ده تدخل فيما لا يعنيك، كل هذا تدخل فيما لا يعني. ولذلك انا انصح حضراتكم اليوم حتى نستكمل هذا المعنى الجيد، ان احنا نقرا اليوم شرح حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقرا شرح هذا الحديث من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. فاذا حسان بن ابي سنان لما وجد نفسه مالت هذه النفس إلى ما لا يعنيه عاقب نفسه بصوم سنة حتى لا يفعل ذلك مرة أخرى. قلت فيا طوبى للمهتمين بأنفسهم ويا ويح الغافلين الذين خلعوا العذار وأرخوا العناء العنان. والله المستعان، خلعوا العذار تعبير عن قلة الحياء، أو تعبير عن ترك النفس هكذا تفعل ما تشاء. الواحد يا أخوانا بيجد أحيانا في نفسه إنه إيه، نفسه هي اللي بتقوده، يعني اللي يجي على دماغي بعمله، عايز أتكلم بتكلم، عايز أنام بنام، عايز أصحى بصحى، فالنفس كده هي اللي بتقود الإنسان. لا، الواحد المفروض يبقى هو قائد لنفسه، ولا يترك لها العنان ولا يخلع عذارها. قال ولقد صدق القائل وأحسن حيث يقول
واغتنم ركعتين في ظلمة الليل إذا كنت خاليا مستريحا. وإذا ما هممت باللغو في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. فلزوم السكوت خير من النطق وإن كنت في الكلام فصيحا. إذا الواحد لما يلاقي نفسه كده قاعد مريح، وكلنا الحمد لله اليوم دول مريحين في حجر صحي وفي حاجات من هذا القبيل بسبب كورونا، فالحمد لله يعني قاعدين في البيوت، فنكثر من ذكر الله، نصلي ركعتين قبل ما ننام، في نعم كثيرة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بها، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. يبقى ده الأصل الإيه؟ الأصل الثاني إنه الكلام فيه تضييع للأوقات ودخول فيما لا يعني. الأصل الثالث حفظ الأعمال الصالحة، فإن من لم يصل لسانه وأكثر الكلام يقع لا محالة في غيبة الناس. يعني لو تركت لنفسك العنان هتلاقي الكلام المباح بيجرك الكلام غير المباح، وده عن تجربة. يعني انت لما بتسيب ودنك لحد يقعد يتكلم يترجع من موضوع لموضوع من موضوع لموضوع موضوع لموضوع، وبعدين المواضيع تلاقيها بعد ما كان كلام عادي انت واخد قرار انك هتتكلم في امور عادية، تبص تلاقي الموضوع دخل فيه سيرة فلان وسيرة علان، ما خلاص الكلام خلص. بس مهما كان الإنسان مهم، إيه الأحداث اللي في حياته يعني؟ فالأحداث دي كلها ممكن تتحكي في 5 دقايق أو ربع ساعة أو حتى نص ساعة. خلصنا الأحداث وحللناها وحللنا التحليل، أي هنعمل إيه؟ هنتكلم عن فلان صار وفلان عمل وفلان قال وفلان عاد وفلان قال لي وقلت له، فيبقى انتقلنا لدايرة تانية. فإذا هتبص تلاقي الأمور بتيجي كده بهذا الشكل. حفظ الأعمال الصالحة، فإن من لم يصل لسانه وأكثر الكلام يقع لا محالة في غيبة الناس، كما قيل من كثر لغطه كثر سقطه، يعني اللي يتكلم كثير يغلط كثير. والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات. الغيبة كما عرف العلماء هي ذكرك أخاك بما يكرهه لو بلغه، يعني اعتبر كده وانت بتتكلم عن أي حد موجود معاك، لو سمعك بتتكلم يزعل ولا عادي؟ إذا عرفت أو إذا جاوبت نفسك قلت والله الكلمتين دول احتمال يزعلوا أو هيزعلوا، يبقى دي الغيبة. يبقى دايما حضرتك لما تتكلم عن حد اعتبره موجود وبيسمعك وشوف هتقول إيه. والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات، على ما قيل إن مثل من يغتاب الناس مثل من نصب من جنيقا. من غني حاجة كده زي المدفع، فهو يرمي به حسناته شرقا وغربا يمينا وشمالا. يعني واحد عمال يوزع حسناته، لأن الغيبة اللي هيحصل بعدها إن أنت فلان دوت أنت أذيته بالكلمة أو ذكرته بما يكرهه لو بلغه، فأنت كده محقوق له عليك حق. الله سبحانه وتعالى حكم عادل، ماذا سيفعل سبحانه وتعالى؟ سيأخذ من حسناتك ويعطيه. فحضرتك عمال كل ما تجيب في سيرة الناس، كل ما انت عمال توزع كده تدي شيكات بحسناتك بحاجة ببلاش كده يعني. وبلغنا عن الحسن، اذا كانت طبعا حسنات الانسان يعني احنا شوف سبحان الله قد ايه الواحد فينا بيتعب لما يقوم يصلي مثلا ركعتين قيام ولا حاجة، قد ايه الواحد بيجي على نفسه عشان يقعد في جلسة كده مع الله يذكر الله فيها نص ساعة. او شوف التعب ده انت بتوزعه في مفيش، في كلمة. وبلغنا عن الحسن انه قيل له يا ابا سعيد ان فلانا اغتابك. الحسن البصري اتقال له في واحد بيجيب سيرتك، فبعث اليه بطبق فيه رطب، بعث له طبق فيه هدية، وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأحببت أن أكافئك. شوفوا الفقه والفهم. إحنا بقى إيه؟ لأن إحنا معاييرنا دنيوية وعايزين ننتصر لأنفسنا، وكل واحد فينا بيعتبر نفسه إله صغير. لما حد يجيب سيرتنا إزاي يجيب سيرتي؟ هو ما يعرفش أنا مين ولا إيه؟
طبعا اذا ما قالش ده بلسانه هيقوله بلسان الحال، يعني ليه يجيب في سيرتي؟ ده انا انسان يعني ما بغلطش خالص، ده انا ما استحقش ان حد يعمل فيا كده، ونعيش بقى في دور الايه؟ في دور الملاك البريء. لان احنا معاييرنا معايير نفسيه كلها، معايير شيطانيه دنيويه. شوفوا بقى لما المعيار الرباني يسيطر على الانسان، شوف ازاي الامور نظرتك ليها بتتغير تماما. انت اتقال لك في الشريعه ان اللي بيغتابك بيد انت بتاخد حسناته. فشوف المعيار صار عند الحسن البصري ايه؟ شكرا. شكرا، مفيش غضب. مفيش غضب. وذكرت الغيبة عند ابن المبارك فقال: لو كنت مغتابا لاغتبت أمي لأنها أحق بحسناتي. طبعا هو لا يغتاب أمه ولا غيرها، بس هو عايز يؤكد على معنى إيه؟ على معنى إنه محدش يستحق تعب حسناتك، وإذا كان ولا بد يعني يبقى الأم. وذكر أنه فات حاتما الأصم ليلة القيام فعزته زوجته. حاتم الأصم أحد من العباد كان يقيم الليل كل ليلة، وفي ليلة راحت عليه نومه. وشوفوا بقى الزوجة الصالحة لما تكون هي وزوجها بيعزفوا على نغمة واحدة، مش هو عايز يقيم تقول له أنت هتسيبني كل شوية، مش هو يبقى عايز يشتغل بالصالحات وهي تقول له أنت ما بقتش تتصل بيا أو ما بقتش تقعد معايا. فمتعب جدا النظام ده. فهي زوجته لأنها بتعزف معه على نفس النغمة وضبط بوصلتها عليه كما ينبغي أن تكون كل امرأة مع زوجها، إن بوصلتها يبقى الزوج زوجها، ويبقوا بياخدوا بإيد بعضهم الاثنين إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فهي عارفة هو بيحب إيه وبيكره إيه، فهو يحب قيام الليل، فلما فاته قيام الليل عرفت إنه ده بيزعله فعزته واسده. فقال: إن أقواما صلوا بالليل البارحة فلما أصبحوا نالوا مني فتكون صلاتهم يوم القيامة في ميزاني. فلما زوجته جت تواسيه هو كمان قال لها: الحمد لله ربنا إيه عوضنا. إزاي؟ كيف عوضك الله؟ قال: والله بلغني إن في ناس جابوا في سيرتي امبارح بعد ما قاموا الليل، أو الناس دول بيقيموا الليل، فربنا إن شاء الله يدينا ثواب قيامهم لليل. شوفوا برضو المعيار إزاي، هو المعيار هو معيار الحسنات والسيئات، وليس معيار تأليه النفس أو رؤية النفس أو رغبة لأجل النفس. طيب، يبقى إذا هذا هو الأصل الثالث، إن الإنسان إذا كثر كلامه كثر غلطه. الأصل الرابع: السلامة من آفات الدنيا. يبقى حفظ اللسان ينتج عنه السلامة من آفات الدنيا، على ما قال سفيان: لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك. وقال آخر: لا تبسطن لسانك فيفسد عليك شانك. يبقى الواحد ممكن يتكلم بكلمة تفسد عليه دنيا، ولو سكت كان يبقى أفضل. يتكلم بكلمة: زوجي يزعل مني، زوجتي تزعل مني، أولادي يزعلوا مني، أبويا يزعل مني، أمي تزعل مني، أتكلم بكلمة مديري يزعل مني فيخصم مني أو يرفدني، أو جيراني يزعلوا. شوفوا الكلمات ممكن إزاي تعمل تفسد على الإنسان دنياه. بعد ما الواحد علاقاته بالناس مستقرة الحمد لله ولطيفة، نتيجة كلمة حضرتك قلتها في غير موضعها فتبص في علاقاتك بالناس فسدت بسبب كلمة. فمن يريد أن يسلم من آفات الدنيا فلا يتكلم إلا بخير. وأنشد: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. البلاء يقولون موكل بالمنطق. يعني إيه البلاء موكل بالمنطق؟ يعني الإنسان كأنه إذا نطق بشيء من الشر خصيصا فكأنه أعطى الإذن بوجود هذا الشيء. الكلمة يا أخوانا زي ما قلنا لحضراتكم مؤثرة. لما حضرتك تنطق بشيء فكأنك أعطيت الإذن بوجود هذا الشيء. عشان كده النبي قال: فليأكل خيرا أو ليصبر. لما تنطق بالمعصية، لما تنطق حتى بالحاجات اللي فيها تشاؤم، خلاص
لما تقول مثلا انا خايف امرض، او عايز خايف اكبر في السن، او خايف يحصل لي كذا، او خايف زوجي يطلقني، او خايف مراتي تسيبني، او خايف اولادي يحصل لهم كذا. يا سيدي بدل ما تقعد تشتكي قول اللهم استرني بسترك الجميل، اللهم اصلح شاني كله. مش ده احسن؟ مش ده احسن؟ لما ننطق بالكلام السلبي يبقى احنا بنأذن بوجوده. اذا كثر هذا الكلام وزاد، هتبص تلاقي نفسك تلقائيا، مخك تلقائيا بيعمل على تحقيقه في الواقع. عشان كده لما سيدنا يعقوب عليه السلام لما استأذن منه أبناؤه قال إني أخاف أن يأكله الذئب، جوره أولاده، وقالوا إيه؟ قالوا يا أبانا، قالوا إن فأكله الذئب، نعم قالوا فأكله الذئب وما كنا للغيب حافظين. يبقى إذن لما هو نطق بهذه الكلمة الذي وقع كأنه أعطى لأولاده بهذه الكلمة الفكرة التي ينفذون بها جريمتهم، فكأنه عمل على أو ساعد على وجود أثر هذه الكلمة في الواقع. فلذلك المفسرين بعضهم عند تفسيره لهذه الآيات قال البلاء موكل بالمنطق. يبقى الإنسان يا أخوانا لا ينطق إلا بالإيجابيات، لا ينطق بالسلبيات. احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني مثلا لما نقول كثير من يخاف من الفقر، مثلا كثير من البنات تخاف ألا تتزوج، كثير من الأولاد يخاف ألا يتزوج أو ألا يجد عملا، كتير من المتزوجين يخاف انه ما يلاقيش مصاريف الاولاد او ما يخلف، يخاف انه ما يخلفش. بدل ما الواحد فينا يقعد يقتر هذه المشاكل، يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم زوجني، اللهم يسر لي، بدل ما اقعد اقتر في هذه الامور. وابن المبارك احفظ لسانك ان اللسان سريع إلى المرء في قتله، وإن اللسان دليل الفؤاد يدل الرجال على عقله. الإنسان بتعرف من اللسان، يعني العقل ده دليله ودليله اللسان. يعني العقل دي أنت أمور تحصل في داخلك لا أحد يطلع عليها. إزاي نعرف اللي جواك لما تنطق؟ فاحذر إن حضرتك تفضح نفسك عندما تتكلم بكلام يعني تسقط به من أعين الناس. ولابن مطيع لسان المرء ليس في كمين، إذا خلى عليه له إغارة. اللسان زي الأسد، زي الأسد كده، إيه إذا سيبناه عليك يغير عليك، يهجم عليك. فصنه عن الخنا بلجام صمت، طالما أسد يبقى محتاج يتربط، كيف نربطه بالصمت؟ فصنه عن الخنا بلسان صمت، يكن لك من بريات ستارة. لما تربطه بالصمت يمنع عنك الكثير من البلايا. وفي المثل السائر رب كلمة تقول لصاحبها دعني. هذا هو الأصل الرابع. الأصل الرابع إنه حفظ اللسان به يسلم الإنسان من آفات الدنيا. الأصل الخامس ذكر آفات الآخرة وعاقبتها. يبقى حفظ اللسان ينتج عنه حفظ الدنيا والآخرة. فقال ذكر آفات الآخرة وعاقبتها، وأذكر فيه نكتة واحدة، وهو أنه لا يخلو إما أن تقول قولا محظورا حراما، أو قولا مباحا من فضول لا يعنيك. يعني أنت كلامك هيبقى دائر بين الأمرين دول، إما كلام حرام أو كلام مباح، لا يخلو من هذين. فكلام الإنسان لا يخلو من هذين الأمرين، إما أن تقول قولا محظورا حراما أو قولا مباحا
من فضول لا يعني، كلام مباح نعم مش حرام في الشريعة، لكنه هيكون كلام زيادة يمكن الاستغناء عنه. فإن كان محظورا ففيه من عذاب الله تعالى الذي لا طاقة لك به. فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلة أسري بي إلى السماء نظرت في النار قوما يأكلون الجيف، قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. يعني تخيل حضرتك كده لما تتكلم على واحد شكله أو منظره أو لبسه أو أولاده أو شغله أو تحتقره أو كذا، شوف كل هذا جيفة، الإنسان كأنه يأكل جيفة. لذلك قال ربنا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اقطع لسانك عن حملة القرآن وطلاب العلم، ولا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النار. يبقى اللسان المفترض ان الواحد بيمسكه عن كل الناس، خاصة اللسان يمسك عن حملة القرآن وطلاب العلم. وسبحان الله، هتلاقوا الشيطان لا يغري أولياءه إلا بحملة القرآن وطلاب العلم. هتلاقي الاستهزاء بهم ما شاء الله في الأفلام والمسلسلات، هتلاقوا الناس حتى اللي حواليك تقول لك: يا أخي أنت ليه تضيع وقتك في طلب العلم؟ أنت خلاص كويس تخرجت من الكلية، علمي إيه اللي هتطلبه؟ وهتلاقوا حاجات من هذا القبيل. هو الشيطان إذا ما قدرش على الإنسان يروح للناس اللي حواليه عشان يستعين بصديقه. فالواحد الأصل إن هو بيمسك لسانه عن كل الناس، وخاصة حملة القرآن وطلاب العلم. هؤلاء لا يذكرون إلا بالتبجيل والاحترام، ده الأدب اللي احنا تعلمناه. وعن أبي قلابة: إن في الغيبة خراب القلب من الهدى. فنسأل الله تعالى العصمة من ذلك بفضله. هذا الكلام في المحظور. وأما المباح ففيه أربعة أمور. يبقى المحظور: من أراد من حضراتكم أن يتعرف على آفات اللسان التي تضر الإنسان في الآخرة، فإحنا تكلمنا عنها كتير في ربع المهلكات من مختصر منهاج القاصدين، ويعني تحدث عنها بما لا مزيد عليه حجة الإسلام الغزالي في إحياء علوم الدين. فحضراتكم من أحب منكم أن يستمع إلى آفات اللسان فليستمع إليها، موجودة في المحاضرات ومنشورة. ومن أراد منكم أن يقرأ فليرجع إلى مختصر منهاج القاصدين أو إحياء علوم الدين، ويعيش بقى مع الآفات الكثيرة التي ذكرها حجة الإسلام مما يضر في الآخرة. طيب المشكلة فين بقى؟ المشكلة مش في المحرمات. المحرمات واضحة الحرمة. يعني لما نقول لإنسان: أنت بتغتاب يا أخي، اتق الله. يقول: آه استغفر الله. لو كان إنسان يعني طيب: آه والله استغفر الله، مش هعمل كده إن شاء الله. أو لما نسمع واحد بيسب نقول له: لا لا، ده سب لا يجوز، لو سمحت ما تعملش كده. يقول: آه استغفر الله. طيب المشكلة فين بقى؟ الأخطر في الكلام المباح، اللي هو الكلام الذي لا يحرم في الشريعة. الشيخ هنا بيقول: أما المباح ففيه أربعة أمور، يعني في أربع آفات. يعني هو مباح لكن في آفات. أحدها شغل الكرام الكاتبين بما لا خير فيه ولا فائدة. من ثمرات الإيمان بالملائكة، يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، من ثمرات الإيمان بالملائكة إن الواحد يبقى مستحضر دائما معه وجود هؤلاء الكرام الكاتبين في كل وقت، فيستحي إنه يعصي الله سبحانه وتعالى، يستحي إن هو يظهر أمامهم بمظهر العبد العاصي، يستحي إن هم ناس طينتهم الطاعة، طينتهم الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ولا ويفعلون ما يؤمرون، يستحي إن يشغلهم بما لا طاعة فيه. فأنت حضرتك لما بتتكلم بالكلام اللي هو الهذرة أو اللي احنا بنسميه الهري، فده إيه؟ أنت بتشغل الملائكة بما لا خير فيه ولا فائدة.
قال وحق للإنسان أن يستحي منهما فلا يؤذيهما. دول الآن أصحابك، يعني الملائكة الموكلة بيك من أول ما تبلغ لحد ما تموت، دول معاك أصحابك، واكلين نايمين شاربين معاك، يعني معاك في كل أحوالك، لا يتركونك أبدا. فأنت أحسن إليهما. القرآن لما تحدث عن حقوق الجيرة قال إن في حاجة اسمها الصاحب بالجنب، يعني واحد لا هو جارك ولا حاجة، لكن واحد أنت سافرت معاه وقدرك ونصيبك إن الكرسي بتاعه جنب الكرسي بتاعك في الباص أو في الطيارة. الشريعة بتقول لك إن له عليك حقوق، مع إنك نص ساعة وهنسيب بعض، يعني مش ممكن، ربما لا نلتقي إلا يوم القيامة. فالصاحب بالجنب له عليك حقوق، فما بالك بقى بمن يصحبك طيلة عمرك، الملائكة الكرام الكاتبين دول. فالإنسان الحساس يعني ما يكونش مصدر إيذاء لهؤلاء الملائكة. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والثاني إرسال كتاب إلى الله تعالى من اللغو والهذر. يعني تخيل أنت كده كتابك سيذهب إلى الملك الله سبحانه وتعالى وفيه اللغو والهذر، برضو دي حاجة تدعو الإنسان يستحي. فليحذر العبد من ذلك وليخشى الله عز وجل. وذكر أن بعضهم نظر إلى رجل يتكلم بالخنا فقال يا هذا إنما تملي كتابا إلى ربك فانظر ما تملي. شوفوا برضو يا أخواننا هنا الواحد إزاي بيقيس الأمور. الواحد والله بيستغرب كلما بيقرأ في أحوال الصحابة والتابعين وعباد وعلماء ورؤوس هذه الأمة، الواحد بيحس إنه بني آدم قدام الناس دولت. شوفوا معاييرهم عاملة إزاي وإحنا معاييرنا عاملة إزاي. شوفوا إحنا معاييرنا متدنية قد إيه، وهم شوفوا معاييرهم في غاية الرقي إزاي. هو الرجل أدبه مع الله سبحانه وتعالى وصله لأنه شايف أن كل كلمة بيكلمها ده كتاب سيقرأه الله سبحانه وتعالى. كده هي فعلا كده، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فأنت هتقف قدام ربنا وتقرأ. فالحياء من الله سبحانه وتعالى يجعلك ما تملاش أي كلام. ده الواحد فينا لو جات له رسالة على الواتس ولا جات له رسالة على الماسنجر ولا أي رسالة، مع رسالة على الإيميل حتى أو أي مكان، وفيها مقدمات طويلة بيزهق، خش في الموضوع. يبقى إذن فانظر ما تملي. والثالث قراءته بين يدي الملك الجبار يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بين الشدائد والأهوال، عطشان عريان جيعان منقطعا عن الجنة محبوسا عن النعمة. هذا معنى برضو لطيف. يعني أنت الآن هتقعد تقرأ كتابك يوم القيامة، كل ما كان الكلام فيه كتير كل ما خد وقت كتير في القراية، وانت اذا كنت من الصالحين فانت عايز موقف في الحساب ينتهي بسرعة عشان تستقر في بيتك، تستقر في الجنة المستقر الدائم. فاذا كان كتابك كله فيه سطرين يا سلام عليك، خلصت بسرعة. طب كتابك مليان هزر، الهزر اللي هو الكلام الذي لا فائدة منه، فانت هتقعد تقرأ وانت تحتاج اشد الاحتياج انك تنهي هذا الموقف. والرابع اللوم والتعيير لماذا قلت وانقطاع الحجة والحياء من رب العزة. وقد قيل إياك والفضول فإن حسابه يطول. يعني أنت ما تظنش أنك لمجرد أنك ما بتتكلمش حاجة حرام أنك مش تسأل عنه، لا، الله عز وجل سيسألك
لماذا خرجت؟ يعني قعدت حضرتك مثلا تحلل ماتش كوره مثلا، دي حاجه مباحه مش حرام. يعني ما نقدرش نقول لحد قاعد بيحلل ماتش كوره، او واحده قاعده بتتكلم مع واحده في الطبيخ مثلا، تمام، او في مدارس الاولاد، او واحد بيتكلم مع واحد صاحبه في مستقبل الاولاد والبيوت والعقارات، ما نقدرش نقول ده حرام، مش ده حرام. لكن هو مش حرام، لكن انت ربنا هيسألك لماذا قلت؟ يعني النية ايه؟ الغرض ايه؟ فانت اذا لم تسأل عن نفس الكلام ستسأل عن الغرض الباعث على هذا الكلام، فلازم يكون عندك اياد. فاذا وكفى بهذه الاصول واعظة. واحيانا طبعا الناس في الكلام المباح بتبقى نيتهم مش مباح. يعني انا قاعد مثلا بحلل ماتش كوره خلاص في وسط اصحابي على الكافيه ولا على القهوه ولا في اي حته، نيتي ايه؟ ربما تكون نيه اني اظهر لهم اني اكتر واحد فاهم في الكوره، دي قد تكون نيه. يعني الكلام مش حرام، لكن الباعث الله اعلم به. بنتكلم عن مستقبل الاولاد او في الطبيخ، النيه ايه؟ قد تكون النيه اني اظهر امام الناس اني يا سلام بعمل اكل ما حدش بيعمل زيه، ففي تباهي وفي اعجاب بالنفس. قد تكون النيه اني اغيظها او اغيظه، شوف سبحان الله. طيب اذا انت وان لم تحاسب على نفس الكلام حسبت على الباعث على الكلام. فلذلك حتى وان تكلمت بالكلام المباح فلازم حضرتك تجهز نيه صالحه قبل هذا الكلام المباح. قال وكفى بهذه الاصول واعظا لمن اتعظ. وقد بسطنا في كتاب أسرار معاملات الدين ما فيه مقنع فانظر فيه تجد الشفاء. الكلام ده طبعا الإمام حجة الإسلام زي ما حضراتكم عارفين هذا الكتاب من أواخر مؤلفاته، فهو بيحيل على كتاب إحياء علوم الدين لمن أراد التوسع في هذا المعنى. هنقف هنا ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله تعالى بالفصل الرابع متعلق بالقلب. لو حد من حضراتكم عنده سؤال تفضل. في الكتاب عندي بكرت بدل كفرت، هل هي نفس المعنى؟ والله أعتقد أن الطبعة اللي أنا بقرأ منها أصح، الله أعلم نفس المعنى ولا لا. ارجع العبارة تاني واقول لك. اذا اصبح ابن ادم كفرت، بكرت الاعضاء كلها للسان، بكرت او بكرت ممكن، يعني ممكن المعنى لا مش نفس المعنى، لكن المعنى يكون صحيحا مستقيما ايضا اذا قلنا بكرت او بكرت، يعني ذهبت مبكرا. بكرت يعني ذهبت مبكرا عشان تلحقه كده في أول اليوم عشان يتقي الله يعني. فالمعنى أيضا يمشي يكون صحيح لا بأس، لكن مش نفس المعنى، يعني المعنى مختلف شوي. ماذا نفعل إذا كان الأهل والمقربون من طبيعتهم الاستطراد في التفاصيل والشكوى ويتوقعون منا الاستماع؟ طبيعتهم هم الله يعينهم علي نفسهم، ندعو لهم بالشفاء العاجل. لكن احنا ما نخليش حد يجرنا، احنا ما نخليش حد يجرنا لملعبه، احنا نجر الناس لملعبنا. ولازم الواحد يبقى عنده القوة انه يقول لا، يبقى عنده الشجاعة انه يقول لا، يبقى عنده الشجاعة انه يقول والله طيب انا دلوقتي لازم استأذن علشان عندي حاجة مهمة لازم اعملها، ويبقى كده ايه بينهي الحديث بصنع تطافة. وإلا لو الواحد ساب ودانه لكل الناس اللي بيتوقعوا منه إنهم يسمعوه يبقى قاعد طول النهار الناس عمالة تجيله تشتكي له. في ناس كده، في ناس طبيعتها كده، ناس يعني مريحة بطبيعتها، هي مستمعة بطبيعتها، الناس بيحبوا يحكرهم بطبيعتهم. طبعا دي حاجة كويسة مش وحشة إن الواحد يكون ملجأ للعباد، لكن في نفس الوقت ما بقاش انا ملجأ للعباد وانا بضيع نفسي. يعني انا برضو لازم ايه اعمل ده بنية اني
أخفف على العباد، نعم، لكن في نفس الوقت ما خليش دوت ياكل يومي بحيث الواحد يغفل عن الواجبات الأهم. أنا عندي حفظ قرآن مثلا، عندي أهلي، عندي زوجتي، عندي زوجي، عندي أولادي، عندي في حاجة كتير ممكن الواحد يعملها، وبحيث كمان الناس ما تتعودش إن هي تتكلم معاك كتير، لأنه الكلام الكتير إذا عرف إنك قاعد معاه هيستطرد، والاستطراد هيجرك من موضوع لموضوع، من حكاية لرواية، لكن لما يعرف إنك والله هتديهم وقتك تلت ساعة هيختصر وهيخش في المفيد، تبقى انت في نفس الوقت ما احرجتوش، سمعته زي ما هو عايز، وفي نفس الوقت انت يعني ساعدته، يعني اعنته على نفسه انه ما يستطردش، ما يخش في المضمون على طول، وفي نفس الوقت انت حافظت على وقتك ايضا. الاستطراد زي ما قلنا ربما يجر بقى لغيبة، لنميمة، لكلام كتير ملوش داعي. فلازم يبقى عندنا القوة ان احنا نقول للناس انا والله مشغول دلوقتي، ودي حاجه ما تزعلش بالمناسبه، يعني الناس اللي هم بيراعوا الناس بزياده دول ناس طيبين، لا باس بهذا، لكن المشكله ان الناس اللي احنا بنراعيهم في احيان كثيره ما بيحبوناش بنفس القدر، يعني اللي بيحبني فعلا اللي انا مراعيه فعلا لو انا لقيت في مره تقول لا مش هسمعك، لو هو بيحبك فعلا يقول لك هيحمل تصرفك دوت على محمل حسن انه بيحبك، فربما يكون الرفض منك يعني اختبار للعلاقة او لقوة العلاقة، واذا كان بيحبك بالفعل هيقبل منك هذا، اما انه يصاحبك على اساس انك تبقى دايما ماشي تحت طوعه وتعمل اللي هو عايزه، لا دي مش محبة، دي كده استعباد. فاللي بيحبنا فعلا هيقبل منا، اللي بيحبنا فعلا هيقبل منا ان والله معلش انا مشغول فلازم اقوم. طيب انا والله هسمعك بس ايه ممكن بعد تلت ساعة انا لازم هقوم. كده. ما فيهاش حاجة، يعني ايه اذا هم زعلوا يبقى مشكلة عندهم هم، فما احنا ما ننزعجش من هذا، يزعلوا مش مشكلة. هيزعلوا شوية وبعد كده هتنضبط الامور. والله اعلم. نفهم من هذا أن نقلل من الكلام المباح قدر استطاعتنا، وإن الطول النحسي مع أهلنا وأصدقائنا إصلاح النوايا مثل مشاركتهم اهتماماتهم وإدخال الأنس عليهم وتعظيم المودة بيننا أو محاولة سؤال أمكن هكذا ولا بأس بذلك. نفهم من هذا الذي قاله حجة الإسلام الغزالي إن إحنا نقلل من الكلام المباح، وإذا تحدثنا في الكلام المباح نستحضر نية. فهمك صحيح. طيب جزاكم الله خيرا. عندي سؤال بخصوص الشيخ المربي، كنت قد سألت حضرتكم من في بداية التحاقي بدرس تزكية عن الشيخ المربي، وأرشدتموني إلى الإكثار من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. أريد أن أفهم لماذا يعني الإكثار من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وليس يعني شيئا آخر. ولأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو المربي الأول والمربي الأصلي، وهو الذي ربى الصحابة، والصحابة هم الذين ربوا التابعين، والتابعين هم اللي ربوا تلامذتهم، فالشخص اللي أنا هحصل عليه عشان يربيني هو في الآخر جزء من سلسلة ممتدة إلى المربي الأول وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته الأساسية هي التربية والتزكية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فإحنا لما بنروح للمربي الأول المزكي الأول صلى الله عليه وسلم هذا يعيننا كثيرا على التزكي الغيبي برسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب اللجوء إلى الأصل حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، ونجد المربي الذي يسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أليس الأصل هو الله سبحانه وتعالى، يعني هو الرب وهو المربي؟ طبعا، ما هو احنا لا نفصل بين الله والرسول، احنا لا نفرق بين الله والرسول،
احنا لا نفرق بين الله والرسول، الرسول هو رسول من عند الله، فما قاله الله هو عينه ما قاله الرسول، وما أخبرنا به الله أخبرنا به الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول مهمته هي التزكية والتربية، فإحنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نتزكى ونتربى. حضرتك تقصدي إن إحنا ليه مثلا ما نقولش لا إله إلا الله؟ يعني أنه يمكن أن الإنسان نقول لا إله إلا الله، يمكن أن نقول سبحان الله، والذكر كله يزكي ويطهر، لكن إذا كانت النية هي البحث عن التربية والمربي، فالتجارب تجارب الصالحين ونصائح وإرشادات المربين بتقول إن الواحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن الصلاة على النبي هي الأنسب لهذا يعني لكل داء دواء. فأنا دلوقتي دائي إيه؟ إني أبحث عن الشيخ المربي، فالوسيلة لدوت أقرب حاجة الصلاة على النبي الذي هو المربي الأول صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما بنفرقش بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى، فهو لا يتكلم ولا يربي إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، فهو وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. يعني بالنسبة يعني الشيخ المربي، لماذا يعني صعب أننا نصل إليهم، يعني رغم أنه أن التزكية يعني ركن أساسي من أركان يعني سلوك الإنسان لربه ومعرفته به؟ هو صعب لأنه أسباب كثيرة، منها أسباب تتعلق بطبيعة المربي، وأسباب تتعلق بطبيعة الشخص الذي يريد أن يتربى، وأسباب تتعلق بطبيعة العصر الذي نعيش فيه. فما يتعلق بطبيعة المربي، الولي المربي، هي إنه متخلق بأسماء الله الحسنى، فهو عزيز بعزة الله سبحانه وتعالى، خفي لا يصل إليه إلا من يطلبه. أما ما يتعلق بالإنسان الذي يبحث عن المربي، فكل الناس قد يدعي أنه يريد التربية، لكن لما يوضع على المحك يجد نفسه في الحقيقة لا يريد التربية، يعني هو المسألة بالنسبة له مجرد حب استطلاع. لما نيجي بقى نقول له يلا تعالى هتتربى هتعمل كذا وكذا وكذا، ينفر. فإحنا قد ندعي أحيانا إن إحنا نحتاج إلى، بس إحنا نلاقي الشيخ المربي، لكن السؤال هو هل لو لقيناها نستحمل؟ في أحيان كثيرة الناس ما بتستحملش، مجرد دعوة أو مجرد حب استطلاع أو مجرد إني عايز أشوف والله الناس دي بتعمل إيه فكده. فطبعا الأولياء ما عندهمش هذه الفرصة لتضييع الوقت، يعني مش مستعدين يضيعوا وقتهم مع الناس اللي عايزة تجرب، فلذلك المسألة بتكون عزيزة وصعبة حتى لا يصل إليهم إلا الصادق الذي توجه إلى الله أولا في أن يجد المربي، ثم يوصله الله سبحانه وتعالى إلى هذا المربي. الأمر الثالث المتعلق بالعصر، إن إحنا العصر اللي إحنا بنعيش فيه عصر غلبت عليه الماديات، عصر بقى فيه الناس دولت ناس دلاويش نضحك عليهم في الأفلام والمسلسلات، نستهزأ بيهم ونقول إيه دول مش عايشين معانا، دول ولا إيه الناس الغريبة دي. وطبعا الاستهزاء بأولياء الله سبحانه وتعالى مصيبة من المصائب التي يوقع الإنسان فيها نفسه دون أن يشعر، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلذلك رحمة بالناس ولطبيعة الزمان الذي غلب عليه الإنكار على الصالحين وأولياء الله، لأن الزمان مادي، معايير الناس كلها مادية، فربنا سبحانه وتعالى رأفة بالناس ولطبيعة الزمان أخفى أولياءه سبحانه وتعالى بحيث لا يعرفهم ولا يصل إليهم إلا من يستحق أن يعرفهم وأن يصل إليهم. هذا والله أعلم. عفوا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو أعلى مرتبة من أولياء الله، ولم يكن يتخفى، يعني كان يعني يمكن أن يصل له أي إنسان،
فلماذا هذا يعني عقلي لا يستوعب يعني جيدا او يعني فهمي لم هو الوادي مش متخفي، هو مش متخفي، هو خفي. يعني انا بطبيعتي دي بسلوكي ده انا لا استطيع ان اعرفه. ليه؟ لان فيش نسبه بيني وبينه. انا انسان بيغلب عليه الشهوات، مشغول بالدنيا، فازاي اعرف ما فضل الله به هذا الشخص؟ ما اعرفش، ما اقدرش اعرف، لان هو في وادي وانا في وادي تاني خالص. طيب امتى بقى اعرفه؟ لما ادخل الوادي بتاعه وابدا اذكر وابدا اصلي على النبي وابدا 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 اشوف، ايوه الراجل ده منور، بيقول كلام غريب عجيب، بيجاوب على حاجات انا من زمان بدور عليها. فابدا اعرف خصوصيته. يعني هو الوالي ده مش مخفي، هو ممكن يكون البقال اللي على ناصيه بيت حضرتك، ممكن يكون الخادم بتاع الجامع، ممكن يكون حد انت تعرفيه، لكن هو مش مختفي في سرداب زي الجماعه الشيعه. لا، هو مخفي بمعنى أنني لا أدرك خصوصيته، لأن لا أدرك خصوصيته، بل ربما يكون مختفي عن ابنه وعن بنته وعن أولاده وعن زوجته. ليه؟ لأنهم لا يدركون خصوصيته، لأنهم بعيد خالص، بعيد عنه. إمتى يدركون خصوصيته ومكانته؟ لما يقربوا منه. ففهمت معنى الخفاء؟ نعم فهمت، فهمت، وصلتني المعنى، جزاك الله خير. لذلك حضرتك لما تشوفي بقى علاقة الرسول بالصحابة، الرسول ما كانش مختفي زي ما هو الأولياء مش مختفين، تمام؟ لكن أكثر الناس معرفة بخصوصية الرسول ومحبة له سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، ما كانوش كلهم. يعني أكثر الناس محبة للرسول كانوا أكثر الناس قربا من الرسول. يعني هل كان معرفة سيدنا أبو بكر بالرسول زي معرفة أي حد تاني؟ لا. طيب ايه اللي خلى سيدنا ابو بكر يصل لهذه المكانه؟ شيء في قلبه اكيد. شيء في قلبه بالضبط كده. فهي المشكله مش عند الولي. نعم. المشكله عندنا احنا، احنا النضاره مش عندنا ببساطه. صحيح. احنا النضاره مش موجوده عندنا، احنا اللي عمي. فلازم نفتح. نفتح عين البصيره فترى. في عندنا في المغرب يعني اولياء الله يعني والمريدين يعني ينزوون، هذا هو الفكرة التي كانت بالنسبة يعني هم لهم زوايا، نقول الزاوية الفلانية أو يعني يبتعدون عن الناس. فكان في ظني أنه يعني الأولياء لن نجدهم بقالا أو لن يكون سيئا. يعني أكيد في ناس يعني ينطقون بكلام من الله سبحانه وتعالى، لكن المريد الذي مثلا يتربى الإنسان على يده عندما يسلك يعني يتعثر يا في مسيره ويضيق وقت كثير في أن يصل الإنسان لمراده معرفة الله عز وجل. فيقول يعني هو إنسان متخصص، يعني لن يكون الناس إنسانا من الناس العاديين الذين يلتقي بهم. لا مش شرط، ليس شرطا، ليس شرطا والله. طبعا أنا بقولش إنه المشايخ المتصدرين في الطرق مش مشايخ، لا طبعا فيهم ناس صالحين لا شك، وفيهم نصابين لا شك برضو يعني. لكن الولاية مش قاصرة على المشايخ الطرق أبدا أبدا. يعني لما نقول مثلا إحنا كنا بنقرأ مع بعض كتاب العهود المحمدية للإمام الشعراني، شيخ الإمام الشعراني سيدي علي الخواص اللي هو لا كان شيخ طريقة ولا كان عالم، حتى ما كانش شيخ ولا أمام جامع ولا حاجة خالص، كان راجل عنده محل بيعمل فيه الخوص، وكان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكان هو الشيخ المربي للإمام الشعراني اللي هو كان عالم كبير في عصره، من علماء عصره، أبرز علماء عصره سيد الشعراني. كان شيخ مين هذا الرجل الأمي؟ وعندكم في المغرب في نموذج شبه ده، لو تسمع عن سيدي عبد العزيز الدباغ وتلميذه الشيخ أو سيدي محمد ابن المبارك، فكان سيدي محمد ابن المبارك هذا عالم من علماء الشريعة كبير. شيخه كان مين؟ سيدي عبد العزيز الدباغ. وسيدي عبد العزيز الدباغ كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب. فهو ما الذي
رآه الشعراني في الخواص، ما الذي رآه محمد بن مبارك في سيدي الدباغ؟ أكيد رأى فيه شيء غير موجود عنده بعدما حصل علوم الشريعة فأقر له بالولاية. فالمشكلة كانت فين بقى؟ في سيدي الخواص أو سيدي عبد العزيز، ولا المشكلة مش في اللي مش شايفهم؟ المشكلة في اللي مش شايفهم. فهو الولاية مش قاصرة على أرباب الطرق طبعا، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. فلذلك من آداب الصوفية رضي الله عنهم إن الواحد لا يحتقر أي إنسان. ليه؟ لأن ربما الإنسان أنا بحتقره ده يكون ولي من أولياء الله وأنا معرفش، يدعي دعوة ولا حاجة توقف لي حياتي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب هنقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.